يعني احنا عشان عارفين انه بيتو في مصر فهي بختم يعني مسك الختام برزنتيشن للدكتور هيثم جابر يعني هو ميديكال مانجر ايجيبشن جروب ميديكال سيستم وهذا هو راجل فعلا بيجيب البرزنتيشن وان شاء الله يمتعنا في يوم الجمعه فيديو في غايه الروعه بالنسبه للسلوك السيركس بتاع ديفرنت موداليتي في سلوك الدين السيركس النهارده هيتكلم عن بيباج كلوز باي كابنيت سيستم بروتكت يور بيشنت اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم زي ما الدكتور حسين شرفنا يعني ان احنا نتكلم النهارده قدام حضراتكم انا اسمي هيثم احمد جابر ميديكال مانجر بشركه المجموعه المصريه وكيف بزنس في مصر البرزنتيشن هي فيري لايت كونسايز جدا الهدف منها او اتجاه الشركه دايما في او فرزينس في مصر انها كواليتي اوف سيرفيس البدايه احنا هنتكلم النهارده عن البيباج البيباج اللي هي الكلوز بايكربونيت سيستم في الدايلايزيت عشان بس نبدا از ان انتروداكشن الهيستوري اوف دايلايزيت سوليوشنز تاريخ الدايلايزيت عامه كان من 1943 1960 كان بيزد على البايكار يعني هو بدايه الدايلايزيز كانت بايكار فعليا على سوليوشن يوز ان باتش كونتينرز يعني بيحضروا البايكار كلها على بعضها ما كانش فيه اثنين كومبوننت ما كانش فيه فكره الاثنين كومبوننت كومبوننت ايه كومبوننت بي لو عندنا الماشينز دلوقتي كلها في اسيتيت كومبوننت والبايكار لو هنحط في عصايه او بنستخدم الخرطوشه او البيباج او بنجيب البودره وندوبها على باي شكل لكن كان بيقابلهم مشكلتين رئيسيتين اللي هي البريسيبتيشن اند بكتيريال كونتامينيشن بيحصل ايه البريسيبتيشن؟ الصوديوم بايكارب كان بيتفاعل مع الكالسيوم والمغنيسيوم اللي موجود في بقيه الكومبوننتس ويرسب كربونيت كريستلز فكان بيبوظ التركيبه الكيميائيه بيحصل خلل في التركيبه الكيميائيه المفروض انها تبقى موجوده على مستوى الدايلايزيت فقالوا هنغير البايكار بدأوا يستخدموا الاسيتيت بيست سوليوشن من سنه 64 لسنه 85 في القرن الماضي علشان يتغلبوا على المشكله دي الميني باورس اوف ذا وورد بدأوا يحطوا ديكستروز عليها علشان يفيدوا العيان الديكستروز بيتعامل زيه زي اي ملح بيعدي الديفيوجن من والى الدم ومن الدايلايزيت لكن قابلتهم مشكله علاوه على كده ان الديكستروز بيساعد على نمو البكتيريا السكر بيتغذى عليه البكتيريا بالاضافه الى ان البايكار كان بيقابلهم في نفس المشكله سنه 78 بداوا يستخدموا البايكار بيست سوليوشن يوزد اونلي من سنه 78 بداوا يتجهوا الى ان عدم استخدام الاسيتيت لان الاسيتيت بدات تظهر له مشاكل على مستوى الدياليسيس نفسها من الهايبوتنشن وعلى لونج تيرم من كارديو باسكولار كومبليكيشنز والميتابوليك اسيدوز بتبقى اعلى وتاثيرها على البون اللي هي الترم اللي موجود دلوقتي كرونيك كيدني ديزيز ميتابوليك بون ديزيز فبداوا يستخدموا البايكار وبداوا يحطوا عليه ديكستروز من سنة 2009 برزينس بدأت تستخدم البايكار لوحده ومعاه في الناحية الثانية الجلوكوز بيحطوا فيه الكومبوننت ايه. الجلوكوز بقى بيحطوه بنسبة 100 ملي جرام اللي هي فيسيولوجيكال سوليوشن. اللي موجود في الفيسيولوجي في النورمال بلاد جلوكوز ليفل. ليه؟ لأن وجدوا كتير من الحالات هو كأي ملح ممكن يعدي من الدم للدايلايزيت وبالتالي العيان ممكن يفقد جلوكوز في حالات اللي ما فيهاش جلوكوز في الدايلايزيت. لكن مش هو ده اساس موضوعنا النهارده، الموضوع ان احنا في البدايه عايزين نقول هم دلوقتي في الوقت الحالي كتير من الدول لغت تماما وبقى استخدام الاسيتيت اوبسوليت.
ده سكان من الهاند بوك اوف دايليسيس انا خدته من اخر يمكن مش حتى اخر واحد انا معلم الاصفر عليه دلوقتي الاسيتيت بيست دايليسيس از ناو كونسيدرد ابسوليت ان موست كامبانيز ده علشان نستخدم البايكارب حتى مش ذاكرينه في الاندكس كلمه الاسيتيت ما كانتش موجوده في الاندكس بتاع الهاند بوك اوف دايليسيس كتير مننا بيعتمد عليه طيب نستخدم ان بايكارب دي ارتكل سنه 2011 عشان بس نعرف ايه ميزات استخدام البايكارب اللي موجود في الكبسوله او الكارتريج اللي موجود ومقفول وكلوز بايكاربوليت سيستم. بيقولوا ان الاند توكسيك فراجمنتس اند اذر بكتيريا سبستانسز ديرايفد فروم بكتيريولوجيكالي كونتامينيتد دايلاتسس فلويد مين ايفن ات بكتيريال كاونتس اور اند توكسين كونسنتريشنز ويذين ذا ليميتس اوف اكسبتد ستاندردز اوف دايلاتسس فلويد بيوريتي. Enter from dialysis into patient's blood either by convective transport يا إما بالباك فلتريشن يا إما بالباك ديفيوجن يعني حتى لو كنت مستخدم أنا دايلايزيت بدرجة بيوريتي عالية برضو في احتمالية لأن يبقى في إندوتوكسنز وفي بكتيريا تقدر تعدي من الدايلايزيت للدم وبالتالي ده هيساعد على الإنفلاميشن أو الكرونيك إنفلاماتوري ستيت اللي يعاني منها مريض الكلى في ده منشور كامل انا جايبه ده او المسميات اللي انا حاططها دي موجوده على النت اي حد فيكم يقدر يخش ويجيبها. Several studies point to microbiological impurity of hemodialysis water and dialysis as a significant cause of chronic inflammation and end stage renal blockage. طب ايه مشكله الكرونيك انفلاميشن اللي عندي؟ Among patients with chronic kidney disease, the presence of an inflammatory state may also be closely related to accelerated atherogenesis, protein energy malnutrition, and anemia. في بعض التكست بعض الارتكلز بتسميها مايا سيندروم او malnutrition, inflammation, anemia. يعني الكرونيك انفلاماتوري ستيت اللي ممكن يساهم فيها وجود اندوتوكسنز او بكتيريا في الدايلايزيت ممكن تؤدي للعيان بالمايا سندروم او البروتين انرجي مالنيوتريشن او بروتين انرجي ويستنج. طيب في الارتكل ده سنه 2011 قال at present the only solution to circumvent the risk of back filtration او back transport is the use of dry powder كارتج اللي هي البيباك او كلوز بايكربونات سيستم على وعلى طبعا يوز اوف بكتيريا اند انتوكسن ريتنتيف فلترز ودي من المواصفات بتاعه فلاتر فيرزينيوس ان هي بتقدر تحجز معموله بشكل معين وهنتعرف عليها بكره ان شاء الله بتقدر تحجز بشكل معين البكتيريا انتوكسن انها تعدي من المواصفات التصنيعيه بتاعتها من الدايلايزيت للدم. For the online production of ultra pure dialysis fluid وكمان نقدر نستخدم ultra pure dialysis fluid هي دي البايكارب باج او البي باج زي ما بيسموها موجوده ونقدر نحطها على المكن بي ال 4008 بي واتش واس انا ما اعرفش الحقيقه اكيد احنا في المستشفيات بنقابل موديلات مختلفه اللي موجود اكتر اللي هو البي والاس الاتش كانت قليله في مصر وبقت بتنزل از ستاندرد في الوقت الحالي، يعني ما بقاش بتنزل مكنه الا وفيها الجاهزيه او الموديول اللي نقدر نحط عليه البايكارب اكوردنج تو الجايد لاينز او مش عايز اقول الجايد لاينز اكوردنج تو الاستراتيجيه بتاعت الشركه. احنا عايزين نشتغل بكواليتي اعلى يبقى الحاجه دي ستاندرد ما بقاش اوبشن. طيب الفيتشرز بقى او البنفيتس اللي احنا بنتكلم فيها اهم حاجه اللي احنا كنا بنتكلم فيها انا كدكتور بتكلم فيه الحقيقه السيف دايلايسيس تريتمنت داوت ريسك اوف كونتامينيتد بايكربونات كونسنتريت ان كومبينيشن ويز دايلايسيس ووتر اوف ابروبريت كواليتي يعني هجيب ميه كواليتي كويسه واضمن ان انا مش جايب بايكارب باودر بحطها وافضل اقلب فيها بعصايه ومعرضها للجو او ان انا بجيب في بعض الوحدات بيستخدموا زي غساله صغيره يدوبوا فيها كل ده بنعرض البايكارب للكونتامينيشن. في حاجات ثانيه بتساعد على او حاجات بسيطه ما هياش ميديكال لكن هتساعد في وحده الكلى ايزي لوجيستكس داز نوت نيد ايفورتس تو ديسولف اند اولسو سيف تايم. احنا هنحط البيباج وهنشتغل. بيجي لي انا عندي في مراكز شغاله ثلاث شفتات واربع شفتات، الوقت ده انا بضيعه سواء كان في التحضير غير قصه الكونتامينيشن.
ثالث حاجة البايكارب باي أو البايكاربيت is the solved by the machine in an accurate percentage. المكان عارفة هي بتدومه بجحال ما قد إيه من برسنتج معينة قد إيه، لأن كتير قوي وإحنا بنحط بندوم البودرة دول 8 هيد دول 7.5 فبيطلع كونسنتريشن مختلف وهو ما بتدومش كويس، وبالتالي بعد ما بتدومش كويس تبدأ المكنة تسحب منها بتسد الخواتيم بتاعت المكنة من جوه وتستهلك مينتنس أعلى، تحتاج تجيب المهندس وتصرف عليها. إذا هي يمكن تكون في البداية باين إنها أغلى، إنما على اللونج تيرم أنت لو حسبت بعد كده المينتنس اللي هتصرف على الماشين والمشاكل اللي هتقابلها في العيان والصرف اللي هتصرف عليه هتلاقي أكتر كتير. يعني دي أنا بحب أعديها، مش حاجة مهمة قوي. هي دي الموديول اللي بتركب عشان يركب عليه البيباج، بيضغط على الزرار الأزرق اللي فوق وبيتلف 180 درجة ويتحط عليها، ولازم نزق الباب الموديول ونقدر نسمع تكة معينة، ده معناها انها قفلت عليها. في حتة الحقيقة كلينيكال حبيت ان انا اذكرها مع الجزء البيباج، الكونتكتيفيتي ادجستمنت. الحقيقة المكنة علشان تطلع لي كونسنتريشن مظبوط وكونتكتيفيتي مظبوطة للبيشنت زي ما انا عايز، يعني مثلا كتير قوي بنقابل عيانين عندهم هايبوتنشن او عندهم هايبرتنشن او هيمودايناميك انستابيليتي، فبنحب نعلم الصوديوم نوطيه، لازم ادي الماشين معلومه صحيحه هو الدياليزيت ده طلع لها صوديوم قد ايه، وبعدين لما اجي اطلب منها اديني 138 للعيان او اديني 140 للعيان تقوم مديه، يعني اديها معلومه صحيحه عشان تخرج لي خيالي صحيح. القصه بتيجي ازاي؟ في عندنا تو بارامترز موجوده على الماشين الفرسينيوس، في حاجه اسمها البيس صوديوم وفي حاجه البريسكرايبد صوديوم او البيس صوديوم اللي هو ايه؟ اللي هو بقول لها يا راجل انا عندي صوديوم قد ايه في الدياليزيت اللي طالع لك. عاده الخرطوشه بتاعه البيباج بيبقى فيها صوديوم بايكارب، الصوديوم فيها 35 مللي كوفرت، والكومبوننت ايه او الجركن الثاني اللي هو بتاع الاسيتيت كومبوننت بيبقى فيه 103 او 105 على حسب، يعني انتوا لو جيتوا قريتوا الورقه هتشوفوا الصوديوم فيها كام. بيتجمعوا الاثنين على بعض، لو كان 103 عندي 35 يبقى المكنه لازم اضبط البيس صوديوم 138، يبقى اللي طالع لك 138 عشان اطلب منها اقول لها ادي العيان 140. تمام؟ طب لو هو كان 105 صوديوم في الدياليزيت 105 يبقى 105 زائد 35 هيبقى 140، يبقى هظبط البيس صوديوم على ال 140، وبعد كده اظبط البرسكرايب صوديوم انا عايز قد ايه للعيان بتاعي؟ انا عايز اوطي له الصوديوم بتاعه ولا عايز اعديه؟ على حسب البرسكرايب. الصوديوم ديليفر تو ذا بيشنت از ادجستد اكوردنج تو ذا فيزيشن بريسكريبشن از بريسكرايبد صوديوم. هنلاقي في ايتمز اوف بريسكرايبد صوديوم موجود على الماشين. صوديوم نقدر نستخدم الايه؟ صوديوم بروفايل، او معاه الالترا فلتريشن بروفايل لو كان لينا اهتمام في البريسكريبشن بالنسبه للمريض ده، وبيفيد كتير في حالات المرضى اللي بيبقوا جايين بوزن زياده قوي وعايزين نعمل لهم الترا فلتريشن كبير في وقت. طب البايكربونات، النورمال بايكرب في البني ادم العادي من 22 تقريبا ل 28 ملي كوفلنت. طبعا العيانين بتوع الكلى بيعيشوا مرحله طويله جدا من الميتابوليك اسيدوزز وقلبيهم اتاكد عليها، يعني لو جه العيان ما بيبقاش بيرنب ولا عنده كوزمو بريدنج ولا اي حاجه ولا اسيدوتك، ممكن لو عملت له بايكرب هنلاقيه اقل من 20 مثلا، ممكن نلاقيه 18 او 19. البيس صوديوم اللي طالع من البيس سوري بايكارب اللي طالع او الخارج بعد الدايليوشن اللي هيتم للبايكارب في الماشين هيطلع له 32 مللي كوفرت، يعني اكتر من الطبيعي بحوالي 8 مللي كوفرت. ده اللي هو طالع منها. طب انا عندي القابليه ان انا اقلله او ازوده على حسب البريسكريبشن، وحتى لو سبتها ما تبقاش فيها مشكله كبيره، هي يعني وهيوصل البايكارب للطبيعي بتاعنا. الجايد لاينز بتقول ان العيان يكون خارج حوالي 22 مللي كوفرت. المهم في عندي برضو الاوبشنز في الماشين ان انا هنا ازودها 8 مللي كوفرت فاطلع للعيان 40، او اقللها 8 فاطلع للعيان 26. تمام؟ يعني اقدر حتى اتحكم في كميه البايكارب اللي انا بديليفر للبيشنت. ووتر كواليتي ريكومنديشن دي برضه من ضمن الحاجات المهمه، ان الريكومنديشن في الجايد لاينز
واخد ايفيدنس ابي الحقيقه او اعلى شويه من الالترا بيور. البيور ووتر يعني المفروض ان احنا ندرب الووتر للمريض المايكروبيال كونتامينيشن كورني فورمينج يونت برميلي ليس ذان 100. الالترا بيور ووتر بتبقى ليس ذان 0.1. الالترا بيور ووتر الحقيقه لابد من استخدامه في حالات الاتش دي اف، وهنتعرف على التيرم بتاع الاتش دي اف ده يوم الجمعه ان شاء الله زي ما قال الدكتور حسين مع الاستاذ الدكتور اسامه خميس، هيكلمنا على الكونتينوس سينيت بيسمنت ثيرابي. بس هو يعني ايه الاتش دي اف؟ اللي هي مضايق الكونتينوس. في الدايلسيس العادي الدايلايزيت لا يختلط بالدم ابدا، التبادل بيتم عن طريق الديفيوجن. انما في الاتش دي اف او اللي هي مضايق الفلتريشن، كلمه فلتريشن معناها ان الدايلايزيت بيصب مباشره على الدم، فبيختلط بيه اختلاط كامل. علشان كده طالما فيه واحنا متاكدين انه هيحصل اختلاط كامل، لازم يبقى هايلي بيور ووتر او زي ما يسموها الالترا بيور ووتر. دي فلاتر اسمها فلتر دايسيف بلس. الفلاتر دي هي اللي بتقدر توصل لي البيوريتي بتاعه الميه الالترا بيور ووتر، ودي بتبقى موجوده في خلف المكنه بتاعه فيرزينيوس. لو المكنه بتشتغل اتش دي اف بيمرنوا المكنه الميه على مرحلتين، المرحله الاولى والمرحله الثانيه اللي هي داخله على الفلتر مباشره. يعني بيتم الحصول على الترا بيور ووتر عن طريق اثنين فلتر. لو احنا هنشتغل اتش اف اتش دي ده هيمودايلس عادي، يبقى فيه المكن فيه فلتر واحد بس. اشكركم واتمنى ان احنا نكون يعني خدنا خلفيه وفكره سريعه عن قصه البايكار والترا بيور ووتر وكويس. في اي اسئله؟ في بعض مش مستندر بتاع الشركه، خلينا نتكلم يعني الشركه بتقول ان الفلتر ده ممكن يقعد معايا 90 يوم او 12 تعليم فلور او 100 جلسه. تمام؟ ده الستاندرد بتاع الشركه. التحايل ده بيتم علشان زي ما حضرتك بتقول نقلل التكلفه بقدر الامكان. لكن لا يمكن ودي تبقى جريمه لو مش هنعمل كده في حاله الاتش دي اف اللي احنا كنا بنتكلم فيها. هيتعمل لكن انت احنا بنتكلم عن ده هو هيطلع لي ميه بمواصفات معينه. لما الفلتر الكومنديشن بتاع المكنه قالت لي خلاص ان الفلتر لازم يتغير، المفروض يتغير. لان الكواليتي بتاع الوضع اللي هتطلع تبقى ده احسن. هو الفلتر اللي هو في الجهاز ده في الهاي فلكس ولا في اي الماشين نازله في الفلتر؟ الهاي فلكس لا، في الهاي فلكس انت هتعمل هاي فلكس داليسيس ولا هتعمل هيمو دايفلتريشن؟ لا لو هنتكلم على الهاي فلكس داليسيس بس ممكن يتحط على المكنه العاديه وهتلاقي فيه فلتر واحد بس. وهيطلع لي الترا بيور ووتر، لكن زياده في التاكيد في الهيمو دايفلتريشن هيستخدم اثنين فلتر بس. يبقى دوره الميه جوه المكنه لها اثنين دوره يعدي مرتين عليها قبل ما يطلع على حضرتك. اتكلمت عن البروفايل سريعه بس هي ميه يعني فيها بروفايل جاهزه. المكنه اصل انا عارف ان في برام فيه بس المكنه بس فيها بروفايل للصوديوم وبروفايل للالترا بيور وعايز الحق مفيش هنا سبيس بوز للبروفايل يعني ليه امباكت كبير عادي بس بيشتغل يعني مش ايفيدنس بيز. الدكتور حسين يقدر يتكلم بالنسبه للبروفايل اللي بيه الصوديوم بشكرك يا باشا ربنا انا بشكركم دي لسه صحيح لغايه دلوقتي بس هي ده مشكله في الانتنسيف كورس. يعني احنا ما نقدرش نجي نجيبكم من اقصى الدنيا عشان ندي ما حضرتوش. ده بالعكس انا شايف النهارده كان في جزء فرح كتير